بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، الشمس يسطع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضاءة عبر الزمان وجدتها لا تغربي. ما البدر في عليائه ما أنجم زهرا، ما أنجم زهرا، ما بدا نور من كوكبي. ما الشمس في كبد السماء ما نورها، ما نورها إلا شعاع دان من نور حضرة النبي. يا ربي صلي وسلم دائما ابدا، يا ربي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كريم رسول الله، كريم رسول الله، والله أكرم، فهل فقير بين الكريمين يحرم؟ صلاة ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، مواصلة في هذه الليلة القرآنية المباركة التي تقام تكريما الى روح كريمة صعدت الى رب كريم في يوم كريم في شهر كريم عند الله عز وجل، ليلة تكريم الام الراحلة رحمة الله عليها، فقيدة عائلات شاهين وبدوي والبحراوي. فباسم الاسرة الكريمة والعائلة الكريمة جميعهم، باسم اصحاب الواجب والخلق والادب، باسم شقيقها البار معالي الاستاذ الدكتور شوقي بدوي، وباسم اولادها الاكرمين اصحاب الادب والواجب بكل مكان، باسم الاستاذ ايمن شاهين، وباسم الاستاذ السيد شاهين، والاستاذ عاطف شاهين، والاستاذ سعيد شاهين، وباسم الاستاذ خالد شاهين، وجميع عائلات شاهين وبدوي والبحراوي، باسمهم جميعا يتقدمون بخالص الشكر والتقدير والعرفان الى كل من اتى الى هنا ليؤدي ويشارك واجب العزاء، سائلين المولى عز وجل ان تكون هذه الليلة هي اسعد ليالي الام الراحلة يا رب العالمين. كما اسأل ربي سبحانه وتعالى ان يجعل ثواب نور القرآن الذي يتلى في هذه الليلة نورا يتقاطر على قبر الام الراحلة يا رب العالمين. فهيا بنا لنعيش مع القرآن معجزة الحبيب المصطفى العدنان سيدنا محمد عليه افضل الصلاة وازكى السلام. آيات الله البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد سامي القارئ بجمهورية مصر العربية والمقيم بكفر مصفى مركز كفر شكر، يتفضل مشكورا ليمتعنا بمعجزة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سيدنا
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون الله به عليم. طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
المشركين. وما كان من المشركين إلا أهوى لبيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا إن أول بيت وضع للناس كنت مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إن أول بيت وعد ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم وما دخله ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا
لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم
تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن يغتصم بالله فقد هدي إلى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله واذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلا وأنتم مسلمون ولا تفرقوا
قبل الله جهيرا ولا تحذركم يا أيها الذين آمنوا اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام عشنا واستمعنا واستمتعنا من كتاب الله الكريم ايات الله البينات لها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد سامي القارئ بجمهورية مصر العربية والمقيم بكفرة الصفا
مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية. وبذلك عبر يسير موجات اذاعتنا الدولية المتنقلة عبر المحافظات مونت كارلو والاذاعات الخارجية ادارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركزية بمحافظة الشرقية. الهندسة الكهربائية ولؤلؤة الانوار الذهبية الحديثة الكبرى إنارة الضغط العالي الباشمهندس ياسر فرج الدولي والباشمهندس بدر ياسر الباشمهندس بدر فرج الدولي والمقيمين بالزمرنية مركز كفر شكر. مخازن الفراشة الكبرى وقصر الضيافة المتنقل الذي كمل وجمل بمعرفة فراشة الحاج عبد الله عطية ابو غنيمة واولاده والمقيم بابو نجاح مركز الزقازيق. خدمة الضيافة العالمية المتنقلة عبر انحاء الجمهورية اولاد المرحوم الحاج امين ابو عبد الله المقيم بالزمرنية مركز كفر شكر. خدمة النت العالمية عبر العالم فهي العميد مصوري مصر الباشمهندس ناصر صلاح واولاده المقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. الاسرة الكريمة والعائلة الكريمة جميعهم جميع عائلات شاهين وجميع عائلات بدوي وجميع عائلات البحراوي وعنهم السيد الاستاذ الدكتور شوقي عبد النبي بدوي شقيق الام الراحلة رحمة الله عليها وباسم اولادها الاقربين الاستاذ ايمن شاهين الاستاذ السيد شاهين الاستاذ عاطف شاهين الاستاذ سعيد شاهين الاستاذ خالد شاهين وباسم جميع عائلات شاهين وعائلات بدوي وعائلات البحراوي يتقدمون بخالص الشكر الى رموز الواجب بكل مكان الذين اتوا من محافظة الشرقية والدقهلية والقليوبية ومن كل فج عميق اتوا ليؤدوا ويشهدوا واجب العزاء الى الاسرة الكريمة والعائلة الكريمة جميعهم سائلين المولى عز وجل ان تكون نور هذه التلاوة القرآنية المباركة نورا يتقاطر على قبر الام الراحلة يا رب العالمين كما اسأل ربي سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الليلة هي اسعد ليالي الام الراحلة يا رب العالمين. ايها السادة شكر الله مسعاكم جميعا.